السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم مهدي أحمد. نلتقيكم اليوم في الدرس الجديد من البرمجة بلغة بايثون. مواصلين معكم في دورة بايثون جانجو، الدرس الثالث الليلة هنتكلم عن إنشاء فيو. تمام، خلينا نرجع تو ستيب لورا. في الدرس الأول قلنا جانجو بيعمل بطريقة الـ MVC اللي هي الاختصار لـ موديول فيو كنترولر. تمام، نحن في الدرس الثاني أنشأنا الموديول. تمام، تكلمنا عنها ومثال عليها. أوكي، بعد كده نحن محتاجين ناخد مثال مبسط في الفيوز. تمام، وقلنا الكنترولر هو بيربط الفيو مع الموديل. نحن هسه ما هنربط الموديل مع الفيوز، بس هننشئ الفيوز. تمام، طيب خلينا نفتح البروجكت. طيب نحن اوريدي انشأنا ابلكيشن وسميناه بلوك. اي ابلكيشن محتاج يكون فيه 3 اشياء ذكرناها قبل شوية، اللي هي المودلز والفيو واليورر. طيب زي ما ملاحظين انه البلوك بتاعنا ده، الابليكيشن بتاعنا ده ما فيه URLs، فاول حاجة نعملها نعمل ملف خاص بالURL urls.py. تمام، بعد ما نحنا عندنا ملف الURLs ده محتاجين نعمل شنو؟ محتاجين نعمل ربط للبلوك مع الماي سايت. طيب نحنا ما ربطناهم بالسيتنج هنا اوكي، مذكرين الدرس الثاني احنا ربطنا البلوك ده مع الماي سايت. طبعا ده ربط كأنه كان نقدر نقول اتصال بقواعد البيانات. اوكي، انه البلوك ده اتصل بقواعد البيانات بتاعته. اوكي، تقدر تسميها كده، يعني نقدر نقول هي كده. تمام، طيب نحن محتاجين نعمل ربط تاني. اوكي، الربط التاني ده اللي هو حيخلي الفيوز دي تظهر في المتصفح هنا. اوكي، عن طريق شنو؟ عن طريق الURLs ده. تمام، حنربط نحن الURLs ده بالURLs ده. تمام، طيب خلينا نشوف حنربطهم كيف. عندنا هنا اوريدي دايركتوري URLs بوجه لوين؟ بوجه للادمن بانل. فنحن عاوزين واحد تاني. اوكي، بوجهنا لوين؟ بدل ادمن نكتب شنو؟ نقول عايزين نمشي للبلوك. اوكي، طيب وبدل admin site عايزين نعمل شنو؟ عايزين نعمل include لشنو؟ include لblog.urls. طيب blog.urls اللي هو blog urls. طيب include دي هي كلمة مفتاحية، فنحن لازم نعمل لها import فوق هنا عشان ما يدينا مشاكل. زي ما شايفين هو عامل import للURL، فهو مستعملين هنا من دون اي مشاكل. احنا لازم نعمل import للinclude. بس كل الموضوع نحن عملنا كونكشن ما بين الفايل ده والفايل ده، او الابليكيشن ده والمين بروجكت بتاعه. طيب بعد ما خلصنا من الربط حنيجي للفيوز. عاوزين ننشئ فيوز او صفحه، باختصار كده صفحه ثابته. تمام، فنحن عشان نجي نعمل صفحه ثابته او فيوز هنقوم نقول from dot from django dot http import http response. okay, response. تمام، هنعمل request بسيط كده. هنقوم نقول شنو؟ definition نسميها index. تمام، هتاخد one argument اللي هو request. تمام، بعد كده هنقوم نقول شنو؟ return http response. وشنو جواو الرسالة دي؟ اللي هي حيكون h1 heading كده، معروف طبعا في ال html ما محتاج توضيح. نقوم نقول شنو جواو هي، على اساس نحنا لما نفتح المصفح يظهر لنا الرسالة دي. طيب هل نحنا كده ريدي؟ لا، نحنا لسه محتاجين نعمل configuration لملف ال URLs بتاعنا. هنقوم نقول شنو؟ from django.conf.url import URL. اوكي، بعد كده هنقوم نقول شنو؟ from dot
from dot import views views. اوكي الفيوز اللي هي انشأناها قبل شوية. تمام dot اللي هو قلناه قبل كده هو الدايركتوري بتشير للدايركتوري الانترفيو، يعني انه الفايل ده مع نفس مع الفايل ده في نفس الدايركتوري، هو محتاج نفس الدايركتوري. طيب بعد كده هنقوم نقول شنو URL patterns. اوكي بعد كده نقوم نقول URL. هنا نحنا لو فتحنا ال URL في ماي سايت ما شرحنا ال URL بس عملنا كونكشن، هنا هنشرح. تمام regular expression تمام العلامة دي بمعنى شنو؟ بمعنى بداية الرابط، والاس دولار بمعنى نهاية الرابط. طيب نحنا هنا ما عايزين نكتب، افترض انت العنوان بتاع الموقع حق اول صفحة بتاعتك يكون بين الاثنين ديل اوكي في سلاش هنا، بس نحنا ما عايزين نكتب اي حاجة هنا ف بس كده اوكي باعتبارها هي الهوم بيج بتاعت البلوج ده. طيب بعد كده هنقوم نقول شنو؟ هنقوم نقول views dot index. views اللي هي الفيو بتاعتنا، dot index اللي هي الفانكشن بتاعتنا اللي عملنا لها create. تمام طيب كده نحن مفترض نكون كويسين، ما عندنا مشكلة. خلينا نعمل run للسيرفر، لو في مشاكل هتظهر. اوكي عندنا مشاكل URL pattern not defined when في الديسكتوب my site blog urls dot by. اوكي URL pattern هي في مشكلة تقريبا، patterns equal to save and تمام المشكلة اتحلت. اوكي طيب خلينا نفتح المصفح ونعمل ريفرش. اوكي طلع ايرور ثاني، ما مشكله كويس انه جاب الايرور ده. قال شنو في الايرور؟ ممكن انت تقرا الايرور في التيرمينال او تقرا في المصفح لك. using the url conf define in my site urls in my site.urls django try this url patterns in this order اللي هي ده الترتيب بتاعه admin او blog. طيب الحصل شنو هنا؟ خلينا نتكلم بصورة عامة. تمام هو ببساطة كده مشى الملف اللي اسمه urls اوكي جرب الروابط دي كلها فلقاها ما شغالة. تمام هل الرابط ده فيه slash admin؟ هل الرابط ده فيه slash blog؟ لا. طيب معناتها الصفحة اللي انت طلبتها دي اللي هي home page غير موجودة، عشان كده ادانا page not found، فنحن محتاجين نعمل شنو slash blog ويجيب لنا الهي. تمام كل ما في الموضوع. اوكي لحد هنا نهاية الدرس، حاول انا اخلي الدروس بسيطة. اوكي طيب شكرا جزيلا، نلتقيكم ان شاء الله في الدرس القادم. اذا في اي زول عنده سؤال اوكي ممكن يسألني على الكومنت تحت الفيديو او على الرابط على الحساب الشخصي بتاعي في الفيسبوك او على الجروب الخاص بي في الفيسبوك. شكرا جزيلا، نلتقيكم ان شاء الله في الدرس القادم، ترقبونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.